احنا وصلنا الحمد لله بعد اكتر من 4 ساعات في الطريق عشان نوصل المدرسة دي، في المدرسة دي في القرية دي. وطبعا زي ما انتم شايفين الاطفال سعداء جدا 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 بوجودنا معاهم، وعلى وشهم بسمة حقيقية، ابتسامة حقيقية. وده هو العائد الاساسي او العائد الكبير اللي بيجي لنا اما نشتغل مع اطفال زي دول. الحمد لله ان انا معاهم في نفس الوقت هم عايزينه. طبعا الاغاثة الاسلامية عملت هنا ايه؟ عملت مشاريع المياه للقرية كلها وللمدرسة كذلك. واحنا بنشكركم كلكم كمتبرعين ومتطوعين انكم ساعدتونا اننا نيجي لهذه الرحلة. انا مش هقول انها رحلة صعبة، لكنها رحلة جميلة علشان نكون مع الاطفال اليوم. وبعد ما توقف بنا الاوتوبيس في لمدة ساعة في الطريق، استطعنا ان نجد عربية اخرى هنا اللي هي موجودة وماشية عشان تجيبنا. وبقى الشباب كلهم جايين على اللي هو الموتوسيكلات. فجزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. انا ادخلتم الفرحة والبهجة على قلوب هؤلاء الاطفال كلهم في هذه المدرسة النائية. هم قاعدين بيغنوا دلوقتي فرحانين باللي هم فرحانين بيكم، فرحانين باموالكم وتبرعاتكم وهباتكم وصدقاتكم ان شاء الله. والى المزيد الى المزيد الى المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.